السادة الحضور اغتنم كلمتي برسالتين اقول للشعب الفلسطيني في كافه بقاع الارض نعم لقد طالت معاناتكم وتاخرت حقوقكم وزادت ازمات المنطقه الا ان قضيتكم لا زالت اولويه لدى مصر والعرب. <applause> وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزا في وجدان الشخصيه العربيه والى يتحقق طموحكم المشروع في اقامه دولتكم بعاصمتها القدس الشرقيه فاننا نظل نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع اركان فلسطين كما اتوجه لاسرائيل حكومه وشعبا واقول لقد حان الوقت لتكريس ثقافه السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقه وانه لهذا الغرض فقد مددنا ايدينا بالمبادره العربيه للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحه الالم من اجل الاجيال القادمه الفلسطينيه والاسرائيليه على حد سواء اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته